فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انتي واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انتي لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتلين القتله ولا اعرف يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا بارده يا سيد غلتي. بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من انا ازح وتسكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا جينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهوت نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استني يطلعها وينزلها يا ام سوكه، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى حتى سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك يا شوية، هو انتوا ايه غربان مستنين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم انسانك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوتة في وشنا فلميناها خارجة نفشة ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا باردة؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضين مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض، انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا فيها. ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت شويه يا قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه يا بنت عليكي خرجتي يا دي البنت اخفى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى استنى. ايوه 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 حقف 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 حقف. رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربية في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكة طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانة. كلها مخنوقة. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وأنا ورايا يا بيه بجاج ما يشدهاش صدقني. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادره انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كوريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البلوه المساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه، انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خير ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعك. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها يا حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه ايه؟ انت بتأيد بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم، الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك، انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا.
طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجة الأولى بس، ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف ساعتك دي؟ دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومة. انتوا مش بتقولوا كده؟ يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامة. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعدة، فيها ايه؟ بعدين انت عارفة ان انا مش واخد على قعدة البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسة كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المرة دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني، هندي، ايراني، مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجة، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها؟ انت ليه عايزة تغير الموت؟ خلاص بقى، خلاص. انا بحبك انت، وعايزك تعرفي ان كل ده ولا حاجه، وهثبتك ده في اقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي، يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شويه شوربه، مش هقول لك بقى. اشرب ان شاء الله. انا يا صاحبي، مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما شوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكر، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع يا جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك، ده مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح أخته هدية، بس أنا صاحبي مش هقول لك، كشمت لهم. أه والله أنت بتضحك على إيه؟ بقول لك كشمت لهم، وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالوا لي هنأجل الفرح لغاية ما كباكي يقوم بالسلامة. أنت عبيط يا سوكا، أنت عبيط؟ ما تنزل ياض تغني وتشوف أكل عيش، لو أنت هتفضل لازق لينا 24 ساعة، انزل ياض اخفي من وشي ساعتين تلاتة، وبالمرة تجيب لنا مصاريف الأكل والشرب لحد ما أقف على رجلي. لا يمكن. إيه لا لا يمكن يا كباكي، أنا غني وأنت بالحالة دي؟ لا يمكن، أول ما تخف إن شاء الله أبقى ابتدي أغني. ما تنشف ياض في إيه؟ وأنا مراتك وقاعدة حامل، في إيه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعة دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضلي أي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس إن الجرح عفن. لا، ما أنا مش هبيع بنتي، بس أنا كمان لازم أشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير إن أنا واحدة منهم، مالهاش حتة شغال. بس انتي ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولا شك تعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها او خطفها معاه. وهي حبتان امها، الطمع مع قلبها قتل على ابوها، مملاش عينها غير التراب. أنا بنتي ما تعملش حاجة وحشة أبداً. أيوه، أنا اللي مربياها. أنا اترجيت أستاذ أبو طالب بيه، قلت له ما تأذيهاش، قال لي طمني أنت سهلة مش هنأذيها. الراجل ده أنا معاشرها من سنين، وصحيح يعني ما بيسيبش إزازة المنكر من إيده، بس راجل حقاني. أيوه والله العظيم، أحسن من ناس كتير جداً قاعدين على السجادة. ما جرى يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي، مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاجر، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيمه، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه، وانا خلاص بقيت كويس. باذنكم اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب.